أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من ويندز بروكرز تاريخ 23/1/2020. محدثكم عصام اسطنبولي. نظرة على الجنيه الاسترليني مقابل الدولار. من الناحية الإخبارية على الأجندة الاقتصادية، ليس لدينا اليوم أي أرقام اقتصادية قد تتعلق في حركة الجنيه الاسترليني خلال الفترة الأوروبية، ولكن تبقى النظرة إيجابية على الجنيه الاسترليني بعد تحسن التفاؤل في قطاع الصناعة التحويلية في المملكة المتحدة منذ عام 2014. ولكن سيكون هنالك أيضا حديث لمحافظة البنك الأوروبي كريستين لاغارد اليوم، ومن المتوقع أن يمتد الحديث لفترة زمنية تقرب من الساعة قد تتطرق فيه إلى السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي وفيما يتعلق في أي مستجدات في موضوع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. أما من الناحية التقنية، نلاحظ حاليا التداولات المحايدة بالنسبة للجنيه الإسترليني بعد الصعود الذي تم في الأمس. حاليا الأسعار تتداول أقل من مستوى 31.40، وهو ما يعزز فرص الحركة التصحيحية لحركة الأمس للعودة مجددا إلى مستوى 30.85. كسر مستوى 30.75 يعزز النظرة السلبية لوصول الأسعار إلى مستوى 30.35. تداولات أعلى مستوى 31.45 تعزز النظرة الإيجابية وتلغي أي نظرة سلبية بالنسبة للجنيه الإسترليني للوصول إلى مستويات 31.80، وكسر مستوى 31.92 يعزز أيضا النظرة الإيجابية لوصول الأسعار إلى مستويات 32.30. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من ويندزور بروكرز. شكرا لحسن المتابعة.